الآن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية يتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بأن هذه المبادرة تمت برعاية الدولة المصرية، مضيفا إن كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية هدفت إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة. أشاد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالخدمات الطبية المقدمة لمرض فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بمحافظة الإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توافر مخزون آخر استراتيجي بمخازن الوزارة. جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى كرموز للتأمين الصحي ضمن سلسلة من الجولات لعدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى. قررت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد وعزلهم وعلاجهم. وتشمل هذه المستشفيات كل من أحمد ماهر والمطرية والساحل وجبين الكوم والأحرار وبنها وسوهاج. كما أكدت الهيئة في خطابها إلى مديري المستشفيات 7 على ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة وبكافة معايير مكافحة العدوى وحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة. وجه وزير النقل مهندس كامل وزير رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة بدفع 10 حافلات سوبر جيت فاخرة لنقل الأشقاء الأردنيين العالقين بمصر إلى دولة الأردن الشقيقة من محافظة القاهرة والإسكندرية إلى ميناء نويبع. كما وجه الوزير بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة لنقل الركاب من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، وذلك بإجمالي عدد 335 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب. أكدت وزارة القوى العام لا تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم على متنهم 1222 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج. جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة من مكتب التمثيل العملي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.